كثرة الأعمال الشامية معناها تضرر علينا ونحن بحالة إنه رح تقوم الدنيا وتقعد علينا؟ يعني لا لا لا، أنا بدي أنا بدي أقطعك بس بشغلة. هلأ كثرة الأعمال الشامية هذا بتعني إنه ممكن أنت عندك 20 نجم سوري يروح منهم 7 أشهر على مسلسلات أنت ما تحسن تستغلهم بأعمال تانية، ممكن عم تحكي عن شيء آني يعني. يعني أنت لما بتحجز ممثلين بتحجز أنت جروب كامل مثلا بيطلع من بيت من باب الحارة لبيت جدي لبيت ستي على بيت جبري، عرفت شلون؟ كلياتهم بالأخير عرفت شلون؟ هذول قدام بعضهم فبالأخير أنت بتطلع بتلاقي أنه أنت يعني مثلا أنا بقول مثلا رأيي أنه مثلا أنت حاجز منظر من الحوار شوي. خلينا نسمع بس رأي رنا بالموضوع وبعدين رأي ماهر. رنا يعني بما يتعلق بس أنه بدور الممثل يعني بهي الحالة، قديش الممثل فعلا هو معني بهي العملية بالارتقاء بالعمل الدرامي، أم مثل ما قال أستاذ ماهر أنه الموضوع أكبر منه؟ ما في بني آدم بالحياة ما عنده مشروع، ما عنده فكرة، هدف بده يوصل له. هلا لما تكتر الخيارات وتكتر الظروف اللي ما أنا مريحة، اللي هي للأسف ما أنا بالأخير بيتبع الشيء المريح. إنه مو كل واحد عنده مشروع، لا مو صحيح. أنا عن حالي يعني مو يعني هيك يفترض كبني آدم طبيعي، كبني آدم طبيعي كل واحد لازم يكون عنده هدف. إحنا ضلينا سنوات عم نشتغل مشاريع. طيب هلا لما بتتوفر الظروف ممكن نسمع رأي الصحافي بما يتعلق بفعلا دور الشباب في الدراما. هلا أنا مع أستاذ أيمن في موضوع إنه في شيء ما مو صحي. هلا إذا بدنا نجي نحسب عندنا 8 مسلسلات بيئة، 5 منهم شامي و3 بدوي، 12 قدمنا احنا هاي سنة 30 عمل، معناتها هاي التلت، معناتها انت يا رنا انت يا ادهم انت يا ايمن وانت لا انت يا مسنة لا بدكم او ما بدكم بدكم اهل الراي له بدكم يعني او ما بدكم انتوا قدامكم واحد قدامكم احتمال 1 على 3 لازم تشتغلوا. هاي نقطة، هاي نقطة لازم ناخذها. اوكي هاي نقطة. نقطة ثانية، 5 مسلسلات شامية يا جماعة، السوريين عم ينافسوا السوريين. سبعة يعني انا بفهم انه نطلع مسلسل سوري ويطلع ينافسنا مسلسل مصري، انا بفهم. حتى الحلبيين حبوا يساووا حلبي بالشامي يعني حتى الحلبيين يساووا لدقاني بالشامي. هاي نقطة، هاي نقطة أساسية. هلا أنا يعني ليش عم أقول إنه ما في شيء ما هو صحي؟ أوكي هلا بنجي نحكي على مسلسل اجتماعي، زهرة النرجس وليس سرابان ودون المشفرات المرحومين، وبعدين شو؟ بعدين شو؟ أوكي يعني شو؟ بعدين انا بقول لك شو، انا بقول لك شو، هذيك اليوم عم اقول لها عندي بنت صغيره عم اقول لها ناوليني بابا الباكيت دخان، قالت لي شكلين ما بحكي. وعلى شو شكلين ما بتحكي؟ انا حكيت شكل واحد، هي عم تقول لي شكلين ما بحكي. فهي قصه الموضوع انه نحن بنختار. لا انت بالاخير، انت بالاخير محارم باب الحاره. هي القيم اللي عم نطرحها للاسف. يعني انا بعرف فنانين بس انا شغلوا ومش رضيانين. هلا هو لانه وقت ضيق، شوف ما شفر الحديث. خلونا نحكي. ممتع ممتع فعلا. بس انا بدي احكي شغله صغيره بس بدي اختم فيها كل شيء. انا بدي احكي انه كمان انت بتروح بتتعب بمسلسل فبيطلع لك بعد منا علكه ومحارم، يعني عرفت شلون؟ كمان انت يعني الاعلام السوري يعني معلش يعني ارحمنا من هدول البياعين المسكه يعني. نيجي رح نيجي لمحاور اشد اهميه بالتاكيد، يعني هي ملاحظات تؤخذ اكيد بعين الاعتبار. يعني بيطلع بدبي وشركه بترول افا هون بيطلع محارم، بعدين اذا بدك مهند ولميس يحبوا بعضهم فكل هي الاكلات هي اللي موجوده. طيب دخيل الله. خلينا مباشره مشان ما تضيع اطراف الحوار لانه فعلا مستمتعين. نور مانك مستمتع بالحوار؟ ممتع جدا. عم تروح الخطام باذن رح نقدم ايضا تجربه غالبا بحلقاتنا، عم نقدم مثل ما عم نقدم ضيوفنا امام الكاميرا عم نقدم ضيوف خلف الكاميرا نسمع فيهم ونشوف اعمالهم لكن ما بنعرفهم. لذلك مشاهدينا هو واحد من اهم كتاب السيناريو في سوريا، اشتهر باعماله التي دخلت الى عمق المجتمع فاخرج معضلاته وامراضه العديده من السر الى العلن، يكتب بحرفيه عاليه وينجح دوما برسم معالم الشخصيات المستمده من الواقع، وبينما تحمل شخصيات اعماله وحواراتها صبغه انسانيه حياتيه الا اننا نكتشف ودون أن نلاحظ أنها تصب في فكرة عامة ناقمة وجريئة، جديد الطرح في كل مرة وصاحب أسلوب سلس ومحبب. إنه الكاتب نجيب نصير في فقرة خلف الكاميرا الذي سنتابعه الآن. يمضي الكاتب نجيب نصير وقتا طويلا في الشوارع والأحياء، يلتقط حس الناس وهمومهم وينقل معاناتهم وتفاصيل عيشهم ليروا نفسهم بنفسهم على الشاشة التي تتحول بفضل تفاصيل كثيرة إلى مرآة تعكس حياتهم اليومية بهمومهم وأحلامهم الكبيرة والصغيرة واصطدامها بواقع يبدو قويا وفجا في كل مرة. وميما أهلك بيوافقوا؟
اكيد الخانم هلا عرفت عنواني ما تضطرني بدله بس اكيد براءة ما قال محامي انا هذا مروان انه رح يحكم لي اعدام مشان العصابه قال شافها بالتلفزيون بتخرب الدنيا لك بخربها لا متفقنا اذا الحقونا ما تفركشهم بتعطلهم بتعمل لك شي مشكله البنت الحلوه ما بتتخبى لك انا خايفه اروح فيها يا ربي دغيلك يا ربي لقد برع بتصوير الشخصيات وبألوانها وتنوعاتها النفسية الفنية، والأهم أن الشخصية عنده تنسيك أنها مكتوبة على الورق، بل تبدو مؤنسنة وحياتية وقد تصادفها في كل مكان. لا روّق هدول مو إلنا. شلون مو لإلنا؟ لقيناهن على أسطوحنا. شلون يعني لقينا على أسطوحنا؟ شو السمع بتشتي بواط يعني؟ تعلمي تعلمي نجوى فؤاد اجت هيك على الدنيا بتعرف ترقص تعلمت انا متاكده انه مخبي مجله فضائيه بغرفته اخي بس انا بدي اروح على الامارات لك يا اهبل من هون لا تروح على الامارات بدنا ناكل بدنا نشرب وكما برع برسم الشخصيات بادق تفاصيلها برع ايضا بتصوير البيئه دون ان يهمل شيئا شوفك عروس بدي افرح فيكي وبعد واحد ازعر ضرب فؤاد بالسكين اخي لازم اعرف يعني يا اخذ من عندهم يا ولا استورد من برا بدي اطمن ويلا يا سهيل ناخذها لفاتن على مدينه الملاهي ونشتري لبوزه انا عمك يعني ولي امري ما في سفر يعني ما في سفر هذا لسانك بقصل لك يا قصها حاول ولك ضفرك عندي بكل الانترنت اللي بالعالم كله يهتم نجيب نصير بالتفاصيل كاهتمامه بالفكرة العامة يرعى العمل بعمومه وتفاصيله ومعا تكتمل الصورة لأنها عنده فسيفساء كل تفصيل فيها لوحة وكل لوحاته مجتمعة لوحة أستاذ نجيب نصير الكاتب والسيناريست منرحب فيك بفقرة خلف الكاميرا أهلا وسهلا فيك كل سنة وانت سالم أنتم سالمين أنتم المشاهدين والعالم كله أستاذ نجيب يعني اليوم نتعرف منك على أدوات الكتابة للتلفزيون شو هي الخصوصية اللي بتتحملها هذا النوع من العمل الدرامي وقديش هو بيختلف عن الكتابة للمسرح للسينما يقال انه فن التلفزيون هو فن الثرثرة فقديش هذا الشيء موجود فعلا بنصوص اللي بيقدمها نجيب نصير يعني عمليا اذا بدنا نحكي عن النص التلفزيوني او السيناريو كتركيبة هو نوع من الادب الحديث جدا اللي بيعتمد فيه هو على الدراما وعلى الأدب لكن هو نقلة جديدة بأنواع الكتابة وطبعا ما صار غير بعد ما صارت السينما وصار في نقل صورة إن كان عبر السينما أو عبر التلفزة وهلأ عبر الكمبيوتر السيناريو هو تحويل الحدث أو الدراما إلى صور وهي الصور بشكل أوتوماتيكي هي في عندها نوع من المصادرة لخيال القارئ فيفترض بالسيناريست الشاطر أو السيناريست الحساس أنه يقدر يحرر هذه المخيلة لتعطي معاني للصورة معاني قد لا تحملها مباشرة أو معاني تشابه الأدب بتأثيرها على المشاهد هلا بالانتقال لفن الصورة ونوعيه اللي هو النوع الأول السينما واللي فعلا هي عندها صورة كثيفة في مقابل التلفزيون اللي هو حالة إعلامية وحتى فينا نقول عنها حالة إعلانية طبعا لأنه التلفزي صارت وسيلة إعلام وإعلان سواء فهي بحاجة لكم كبير هذا الكم الكبير بيضطر مع المنتج للعمل التلفزيوني كله ان كان مخرج ولا كاتب ولا ممثلين الى اعطاء مساحات اوسع تاخذ زمن اوسع منشان حجز فتره كبيره بالبث التلفزيوني بس عمليا اذا كان الكاتب قادر على تخفيض الثرثرة لأقل حد ممكن فهو بعتقد بيكون ناجح وقادر على إيصال رسالته الفنية أولا وبعدين رسالته الفكرية إذا كان في رسالة فكرية للعمل طب إذا بدنا نحكي عن المضمون أو يعني ما يطرح ضمن العمل ككاتب نجيب نصير
ما هو المغري بالنسبة لك كأنه تطرحه ضمن سيناريو عمل تلفزيوني؟ هل هو تناول شخصية تاريخية معينة، فترة تاريخية معينة، أم أنك تقدم الهم المعاصر اللي نحن عم نعيشه، القضايا مثلا اللي الشباب مثلا بيتناولوها بأحاديثهم بيحكوا فيها؟ هل أنت فعلا معني وهيك عم نتابع يعني من خلال أعمالك بأنك تتناول هذا الجانب أكثر من الجوانب الأخرى؟ يعني عمليا كمان عمليا فينا نقول أنه بالتلفزيون المضمون هو كتير له قيمة خاصة، يعني أحيانا بيكون حتى على حساب الشكل، لأنه بالأخير مثل ما قلت قبل شوي إنه التلفزة هي إعلام وإعلان، ففي إلى دور تربوي مباشر أكثر من السينما أو المسرح، لأنه هو التلفزيون بيجي لعنا على البيت وهو مجاني وتأثيره مباشر أولا وأوسع، لذلك بيكون المضمون كتير مهم بالنسبة لخصوصية الكتابة التلفزيونية كمان. هلا انا بالنسبه لي بفضل اكثر العمل المعاصر والعمل التاريخي او الشخصيه التاريخيه او الشخصيه المعاصره. يعني انا بشوف عنا نحن كمجتمعات عربيه منا متصالحين مع التراث، بدنا اعاده لقراءه التراث، اعاده نقديه وليس انتقاديه، مثل يعني نفرق بين اللفظتين. انا ما بيغريني شخص صاحب قضية منتهية أو حدث منتهي التأثير، ويعني بالعودة للتاريخ دائما نحن بنرجع لمسائل منتهية الصلاحية ومنتهية التأثير، لأنه نحن هلأ كمان بالعصر عم نواجه مسائل أكبر بكتير من أنه نأخذ عبرة من التاريخ. يعني أنه الشخصية المعاصرة وهمومها وتحدياتها ومواجهاتها، اليوم في انتقال لحظي بالمشاكل او بالاشكاليات تواجه اي انسان كان عندنا بسوريا وكان بالعالم. لذلك بيغريني تماما انه اطلع على الناس اللي عندهم قصص انسانيه حقيقيه مبنيه على حاجات ومصالح انسانيه بمواجهتها لاستحقاقات الحياه. ومن هون بيبقى اذا يعني عطفنا كل هالقصة على المضمون أو على الموضوع، ببقى بحس حالي أنه أنا موجود بالمكان المناسب أو عم بشتغل الشغل المفيد لهي البلاد أو لهذا المجتمع. طرح المناسب يعني. تماما. طيب إذا اللي بتنتابع شخصياتك بنحس هاي الشخصيات كأنه نحن بنعرفها يعني بالواقع، متقابلين مع قاعدين مع كتير، هي بتكون فعلا من صلب الواقع. فلما نجيب نصير بيرسم شخصيات، وهل فعلا بيكون معتمد على ناس بيعرفهم بالواقع، ام انه لا بيترك الحريه لشخصياته بانه تكبر وتنمى وتتطور عبر النص ككل؟ يعني فينا نقول يعني عن نجيب نصير انه هو يخضع لشروط الواقع وبس ما بيكتب الواقع. يعني الفن هو منه مرآة تعكس الواقع، وإلا القصة ما بتنتهي. يعني أنا بستحضر شخصيات من خيالي وبرسم ملامحها مثل ما موجودة بالواقع، يعني مواصفات نجار أو مواصفات موظف بنك هي مختلفة بالشكل وبالأداء عن أي مهنة أخرى. فأنا بجيب مواصفات الشخص النفسية والخارجية وبحطها، لذلك بيطلعوا الشخصيات أليفة. الحاجات اللي بطرحها على هي الشخصية بعتقد أنه بطرح حاجات ومصالح إنسانية بتطرق للأشخاص العاديين، لشخصيات مثل حكايتنا، مثل أهالينا، ولكن هي للشخص مرسوم من الخيال، لكن كل هالأدوات اللي بيستخدمها هي أنا استعارة من الواقع. طيب يعني أكيد مهم بأنه الكاتب يكون عنده معرفة فعلا بالواقع اللي هو عم يعيش فيه، لازم يكون عم يستند لثقافة معينة، لتجارب عديدة. هي التجارب أكيد تبدو واضحة وبتظهر أكثر لما بيقدم لنا عمل معين، ولكن إمتى لازم يعني فعلا يعتمد على الثقافة والمعرفة، وإمتى لازم يحطها أو ينحيها جانبا بحيث أنه ما يتحول نصه ولسان شخصياته إلى مباشرة وتنظير ودروس نظرية؟ يعني هي مفهوم المعرفة ليقدر واحد يتصدى لعمل
إبداعي مثل الكتابة، إن كانت الدراما.